ولمناقشة أوضاع الطفل في العراق في اليوم العالمي للطفل، تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من جنيف الأديبة والإعلامية العراقية ذكرى محمد نادر. سيدة ذكرى، مرحبا بك معنا. مرحبا، أهلا وسهلا بك وبقناتك وبمشاهديك الكرام. أهلا بكم. بحسب مفوضية حقوق الإنسان، عدد الأطفال العاملين في العراق يصل إلى 500,000 طفل. إلى أي مدى تعكس هذه الأرقام وضع الأطفال في العراق؟ بالتأكيد تعكس الوضع المتردد الذي يعيش فيه الطفل العراقي. هناك تقارير أممية تتحدث عن أنه عدد الأطفال المنخرطين بالعمالة المبكرة من عمر 5 سنوات هو يبلغ 7.3%، يعني رقم مخيف بالنسبة لمجتمع يفترض مجتمع عنده ثروات، بلد غني المفروض أنه يكون مهيئ الظروف المعيشية المناسبة لحفظ كرامة الإنسان بشكل عام وحفظ حياة الطفل بشكل خاص. فإنه هذا الرقم الهائل، إنه أطفال يعيلون عوائلهم بسبب الفقر، الذي أيضا عن وزارة التخطيط حاولت أنه تجمل شكل الفقر الذي يعيش فيه المجتمع العراقي. نعم. وكتبت أنه النسبة تصل إلى 31.7%، بينما اليونيسيف تقول أنه 37.9% هم أطفال يعيشون تحت خط الفقر. فنحن إذن أمام حالة إنسانية يتفاقم وضعها الرديء من يوم إلى آخر بشكل بشع، يستدعي تضافر كل الجهود في سبيل إنقاذ الأطفال بالعراق. نعم، خروج الأطفال للعمل يؤثر بشكل كبير على وضعهم التعليمي، وهذا ما أشارت إليه اليونيسف عندما قالت بأن نسبة الأطفال المستبعدين من المدارس في العراق تجاوزت 20%، وهي نسبة كبيرة جدا مقارنة بأي مكان في العالم. اسمح لي أصحح هذه المعلومة. اليونيسف قالت أن نسبة الأطفال المحرومين من التعليم أو الإهمال أو الاهتمام الصحي تبلغ 48.8%، ما يعني نصف تقريبا نصف عدد الأطفال العراقيين هم محرومين. لكن نحن ذكرنا المستبعدين من المدارس تحديدا 20%، لا أعرف مدى دقة الرقم، ولكن حضرتك متخصصة. 20% ربما يقصدون الأطفال من سكان مخيمات النزوح. نعم. وهذول طبعا مستبعدين، ربما هذه هي النسبة. لكن النسبة التي ذكرتيها قرابة 50% هي نسبة يعني كبيرة جدا. نعم. يعني نصف أطفال العراق تقريبا في هذه الأوضاع المتردية. أنا أتحدث عن أرقام أطلقتها اليونيسف. نعم. مثلا نعم. اليونيسف قالت أنه هناك 90% من الأطفال العراقيين محرومين من التعليم المبكر، أي من رياض الأطفال. نعم. مثلا. نعم. يعني من التهيئة للتعليم، ناهيك عن أنه هم لن يستطيعوا دخول المدارس لأنه هم مسبقا سيكونوا منخرطين بالعمالة المبكرة أو مستغلين من قبل عصابات التي تحول طفولتهم إلى طرق التسول. نعم. التي يعني تتاجر بطفولتهم لكي تنشرهم بالشوارع والأزقة وعند إشارات المرور ليتسولوا. يعني الوضع مزري، حقيقة مزري. نحن الآن أمام أجيال ستكون أجيال جاهلة، بمعنى أن العراق ذاهب إلى ظلام حقيقي. هذا تجهيل. وهذه هي جوهر المشكلة أستاذة ذكرى، أنه نحن نتكلم عن أرقام اليوم كبيرة جدا ومخجلة في الحقيقة، وهناك أرقام أخرى كثيرة، يعني حتى في أطفال المخيمات قرابة 150,000 طفل حسب إحصائيات رسمية يعيشون حياة النزوح في المخيمات في العراق. كل ذلك إلى أين يمكن أن يأخذ العراق مستقبلا؟ نحن نتحدث عن مستقبل البلاد. يأخذ العراق إلى واقع مظلم. المستقبل حالك الظلمة. الأجيال الأطفال المستقبل يعانون من نقص بالوزن، يعانون من تقدم بقاماتهم وبطريقة وأسلوب تفكيرهم.
يعانون من التعنيف الأسري، من التنمر، من اضطهاد الميليشيات العسكرية التي تجند عشرات مئات الأطفال لحمل السلاح. هذه كلها مشاكل تواجه الطفل العراقي، أي بمعنى إنها تواجه مستقبل العراق. المجتمعات التي لا تنتج أطفال متعلمين هي مجتمعات آيلة للسقوط، آيلة للاضمحلال. هذه حقيقة لابد أن نواجهها كأفراد، كمجتمع، هذه الحقيقة، هذه الحقيقة وكدولة. نعم. هذه الحقيقة المرة، أنت ذكرت الدولة، كنت سآتي إلى هذا السؤال، ولكن هذه الحقيقة تدفعنا للسؤال كصحفيين، هل ما يجري هو محض مصادفة أم أنه يعني بعيدا عن نظرية المؤامرة بطبيعة الحال، لكن هل هناك تخطيط لتجهيل الشعب العراقي ولقتل الأجيال المتعاقبة من العراقيين؟ لأنه نحن نتكلم عن استهداف واضح للطفولة في العراق، وهذه الأرقام ليست يعني مجرد إهمال وفساد، أليس كذلك؟ أكيد، بالتأكيد. نظرة بسيطة إلى الواقع اليومي الذي يحياه العراق، العراقيين بشكل عام والأطفال بشكل خاص، تطلع بنتيجة أن هناك عمل ممنهج، عمل منظم لتجهيل العراق ولتجهيل العراقيين، ومن خلال هذا التجهيل سيكون بسهولة تامة محو الشخصية العراقية والتأثير على الفكر الإنساني العراقي، وتغييب الوعي. بالنهاية مجتمع جاهل هو مجتمع آيل إلى السقوط، سيذوب بالمجتمعات الأخرى دون أي أثر له. هذا الخطر الذي يجب أن نواجهه جميعا، هويتنا العراقية، إنساننا العراقي، مجتمعنا العراقي، ومستقبل بلدنا المتمثل بأجيالنا، أجيال المستقبل، هو في حالة متردية وفي واقع بائس، واقع مظلم، يحتاج منا جميعا وقفة حقيقية. نعم. لأنه أطفالنا هم ذخيرتنا للمستقبل، كيف يمكن أن نواجه المستقبل بدون ذخيرة إنسانية تعرف القراءة والكتابة وتتمتع بكل وسائل التعلم؟ حضرتك تعرف الآن العلم الآن تجاوز مسألة الألفابيت. نعم. الآن العلم طبعا. هو علم المعلوماتية الرقمية. الآن العالم يتحول إلى حقيقة منصات رهيبة من المعلومات، كيف يمكن أن يواجهها الطفل العراقي وهو أمي؟ قد لا يبدو مستغربا أستاذة ذكرى ما يجري، لأن هناك قرابة 30,000 شهادة مزورة حصل عليها، وهي درجات عليا، علمية عليا، ماجستير ودكتوراه، حصل عليها عدد كبير، يعني قرابة كما قلنا 30,000 من العراقيين من جامعات عربية هنا وهناك، وبالتالي فاقد الشيء لا يعطيه. وهنا اسمحي لي أسأل عن دور الحكومات، يعني هل الحكومات تبدو متورطة ومتواطئة في هذه المسألة، الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال حتى اليوم؟ أخي الفاضل، الإحصائيات التي أثبتت وجود 27,000 شهادة مزورة، نعم، هي بالضبط هذه الشهادات التي منحت لمن يستطيع أن يدفع أثمانها الباهظة. نعم. لنواب مزوري الشهادات، لموظفين بالحكومة بمناصب عليا زوروا شهاداتهم. هؤلاء المزورون هم من يتحكمون بالمشهد العراقي، هؤلاء المزورون هم من يتلاعبون بالبنية التعليمية والبنية الصحية والبنية السلوكية والبنية الأخلاقية داخل المجتمع العراقي، هم من يشوهونه. فكيف يمكن أن نأمل ممن هو لص ومزور، كيف يمكن أن نأمل منه أن يحاول تخليص الأطفال من الواقع المظلم الذين هم يعني يتسببون به يعني بطبيعة الحال؟ أكيد أكيد. نعم. هؤلاء هم من يتحكمون بالمشهد، اللصوص هم شماة الخزائن العراقية، الأميون هم من يشرفون على عملية التعليم. نعم. بالتعليم كيف يمكن نعم. أن نأمل أنه سيكون الواقع العراقي واقع
مضيء أو واقع يذهب نحو المستقبل بشكل صحيح بشكل مثمر، وهؤلاء هم من يتسيدون. الحكومات العراقية المتعاقبة وبضمنهم البرلمانيين يتحملون المسؤولية كاملة عما يحدث في العراق وعما سيحدث مستقبلا في العراق. عبر الهاتف من جنيف الأديبة والإعلامية العراقية ذكرى محمد نادر، شكرا جزيلا لك.